يقول: هل يصح الطواف وهو على غير وضوء؟ وهل من طاف كذلك يعيد العمرة؟ نعم، من شروط صحة الطواف الوضوء، قوله صلى الله عليه وسلم، أو هو من كلام ابن عباس: طواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه. قالوا: هذا موقوف ولكنه في حكم المرفوع، لأن كونه يقول طواف، وكونه يقول أنه يجوز الكلام فيه، هذا ما يقوله إلا المرفوع، ما يقوله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يقوله باجتهاده، ما هو محل اجتهاده، دل على أنه مرفوع، فهو في حكم المرفوع. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر عنه أنه طاف أبدا إلا وهو على طهارة، ولهذا كان يصلي بعد الطواف، يصلي ركعتي الطواف، دل على أنه يطوف على طهارة. أيضا لما حاضت عائشة قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، دل على أن الطهارة شرط لصحة الطواف. نعم.